أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. تصريحات روسية تخلط الأوراق في الشمال السوري المحرر، وتركيا ترد عليها وتشكك بها، فماذا وراء ذلك؟ وهل يعيش الشمال على أعتاب مرحلة جديدة بين التصعيد والتهدئة؟ نفت تركيا ما نشرته وسائل إعلام روسية من أن الطيران الروسي قصف مواقع في إدلب بعد أن زودته تركيا بأحداثيتها. كذلك نفت الجبهة الوطنية للتحرير العاملة في الشمال السوري الاتهامات الروسية بقصف نقطة المراقبة التركية في ريف حماة الغربية. نتابع التقرير التالي ثم نعود لنبدأ النقاش. يبدو أن روسيا بدأت تخلط الأوراق في الأيام القليلة الماضية خلال عملياتها العسكرية في ريف حماة. الهدنة التي أعلنت عنها روسيا بالاتفاق مع الجانب التركي لم تبصر النور بشكل نهائي، فالقصف استمر على المدن والقرى، وحدة المواجهات لم تهدأ وتيرتها منذ شهر ونصف. في محاولة روسية لخلط الأوراق، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الفصائل الثورية برفضها وقف إطلاق النار والهدنة، واستمروا بالهجمات المكثفة بحسب وصفها. رد الثوار جاء بنفي الرواية الروسية على لسان الناطق الرسمي للجبهة الوطنية النقيب ناجي مصطفى، الذي قال أن الروس لم يعرضوا أي طرح للهدنة سواء بشكل مباشر أو حتى عن طريق وسطاء، وأكد أن روسيا أعلنت بشكل أحادي وقف إطلاق النار بإدلب وحماة، غير أنها لم تلتزم بما ادعت أنها بادرت إليه. لم يكتفي الروس بتحميل الفصائل مسؤولية رفض الهدنة، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث اتهموهم بقصف نقطة المراقبة التركية غربية حماة، رغم أن تركيا وجهت الاتهام المباشر لقوات النظام. أما النقطة الثالثة فقد نفت وزارة الدفاع التركية ما نشرته وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي يقصف مواقع في سوريا تزوده تركيا بإحداثياتها، وفق ما نقلت وكالة الأناضول. وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أن الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام هو عار عن الصحة ولا أساس له. التصريحات الروسية قوبلت بتصعيد تركي، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده أوصلت رسالة من خلال روسيا وأطراف أخرى أنه في حال تكرر الهجوم على نقاط مراقبتها سيتم الرد، مؤكداً أنه لا يمكن قبول زعم موسكو بالعجز عن التأثير على نظام الأسد، ما يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من التصعيد. ومعنا للنقاش حول هذا الموضوع الأستاذ ياسر بدوي المحلل السياسي من إسطنبول. أهلا بك سيد ياسر على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، ما الذي أرادته روسيا من تصريحاتها بأن والله المواقع التي قصفتها يعني هي المواقع لإرهابيين، وأخذت الإحداثيات من تركيا؟ يعني تركيا قدمت الإحداثيات وقالت لها تفضل اقصفها الإرهابيين بإدلب. نعم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني هذا الأسلوب الروسي هو في التضليل، معروف تماما أن الروس اخترعوا منهج كامل بالتضليل ولقنوه وعلموه إلى النظام، يعني وأنا كنت من الذين اشتغلوا في هذا الموضوع مع كل أسف في بداية الثورة، وشاهدنا بأم عيوننا كيف تتم عمليات التضليل التي يقوم بها النظام مدعوما أو مبرمجا من إيران. يعني كنت شاهدا على الآلية التي يعمل عليها النظام؟ نعم، الآلية هي حقيقة ليست من صنع النظام، هي آلية كما قلت من روسيا ومن إيران، وحتى هناك شركات غربية استخدمها النظام من أجل هذه الدعاية التي كان يستخدمها. الآلية الأولى هي تشويه الحقائق من أجل تشويه الثورة. هي النقطة الثانية هو كان التضليل من خلال اختراع الخصوم، يعني مثلا على سبيل المثال كان يضخ النظام ما يسمون شهود العيان، لأن ظهرت في الثورة واعتمدت المحطة عليهم، فكانوا يدسون مثل هؤلاء
يلقنونهم معلومات خاطئة ثم يقومون بتكذيبها من أجل دائما التشكيك في الثورة ومن أجل التشكيك دائما في الحقيقة التي يراد إيصالها إلى العالم. الحقيقة أساليب النظام وأساليب روسيا وأساليب إيران هي كبيرة جدا، وأنا في هذا الشأن ألفت كتابا التضليل الإعلامي 300 صفحة اعتمد على جميع الأفلام وعلى الأخبار التي قام النظام بتضليها. على سبيل المثال سأورد بعجالة سريعة جدا واحدة من هؤلاء، وهي عندما حاولوا أو لنقل عندما حدثت متجر جسر الشهور الذي كان النظام هو من الصوت تقطع قليلا حبذا لو أعدت يعني الجملة الأخيرة. نعم أنا قلت فقط سأورد مثالا الشغور. مثالا واحدا هي مجزرة جسر الشغور. في هذه المجزرة التي قام النظام بارتكابها ودبرها من أجل تشويه الثورة، ثم أتى بمجموعة من الصحفيين. أول تمثيلية كانت هي أنهم تم إطلاق النار عليهم في تمثيلية واضحة، والنقطة الثانية أنهم أتوا بشخص متوحد عقليا كان اسمه أنور الدش. هذا الشخص الذي لم يأخذوه إلى الجيش بسبب نقصه العقلي، يعني هناك مشكلة عقلية لديه، وأصبحوا يلقنونه الكلمات ويلقنونها المعلومات من أجل أن يظهر أن هناك سلاحا دخل من تركيا وأنهم قتلوا وضربوا السيارات في حلب وغيرها من الأساليب. وهذه الأفلام وهذا التضليل هو فعلا كبير جدا منذ اليوم الأول للثورة إلى اليوم، ما يزال النظام وما تزال روسيا وما تزال إيران. الآن بعودة إلى سؤالك، يعني روسيا لماذا؟ المعروف تماما أن هناك أصبحت في الشهور الأخيرة أو في الشهرين الأخيرين، لا نريد أن نتحدث قبل ذلك، هناك حالة من الوحدة الكبيرة جدا داخل الفصائل، هناك التفاف كبير. والنقطة الثانية عذرا، هناك أيضا تفاهم تركي مع الفصائل إضافة للتفاهم الشعبي، وهذا يعني لا نريد أن نتحدث عنه كثيرا فهو معروف للجميع. هذه الوحدة، هذا التناغم، هذا التنسيق، هذا لا بد ضربه، يعني لا بد من ضربه. كيف يمكن ضربه الآن بهذه التصريحات الروسية؟ مع الأسف الشديد أنه يتورط بها كبار المسؤولون الروسيون، وهذه يعني مشكلة كبيرة. عندما يتحدثون عن هناك تنسيق مع تركيا، هم يريدون ضرب هذه العلاقة، هم يريدون إظهار أن مؤتمر سوتشي أو أستانا بشكل عام هذا المسار هو ناجح، وهناك يريدون أن هناك اتفاقات سرية من تحت الطاولة تقوم بها تركيا، وهذا يتم تضخيمه عبر وسائل إعلام أخرى مع الأسف الشديد، ويتم تضخيمه داخل بعض الناشطين المأجورين، وبالتالي يمكن أن يحدث هذه البلبلة. ولكن هذه المرة لحسن الحظ والتدبير أنه قامت تركيا على لسان غير مسؤولية ونفت هذا الموضوع. نعم، هو السؤال أيضا هنا، النفي التركي إلى أي مدى ربما أفشل التخطيط الروسي، خصوصا وأن النظام يعني حمل مباشرة المسؤولية أيضا بالنسبة لهذا القصف للنظام؟ عذرا لم أفهم السؤال جيدا. يعني قلت أن يعني إلى أي مدى أفشل يعني التكذيب التركي إن صح التعبير للتصريحات الروسية، أفشل ما تريده روسيا من هذه التصريحات؟ نعم الحقيقة هي فشلت، يعني واضح تماما من خلال المتابعة على المجموعات سواء كانت بالتليجرام أو بالواتساب أو بجميع برامج التواصل الاجتماعي أن هذا التكذيب حدث وهذا أخذ مفعوله، وبالتالي أظهرت روسيا أنها تكذب، لأنه بالأساس عذرا بالأساس يعني الناس تريد أن تصدق ولا تصدق مع الأسف الشديد، ولكن بعض الناس يعني بسبب الخزي الكبير الذي عانى منه السوريين وأنت وأنا نعرفه جيدا أصبحوا يصدقون أي كلام يظهر من هنا وهناك. أنا أعتقد أن هذا التصريح التركي هو أفشل تماما المسعى الروسي، وبالتالي أيضا كما ذكرت هو مسعى النظام التي تريد ضرب هذه العلاقة وبالتالي للاستفراد في المنطقة إن استطاعت إلى ذلك سبيلا. خلال الأسبوع الماضي صرح لافروف مهددا إدلب بالسحق، ثم صرح بأن تركيا تقوم بدورها. ما المفهوم من هذا التخبط صح التعبير، أو كيف يمكن تفسير هذه التصريحات؟ يعني أهم ما ذكرته هذا التخبط. الحقيقة يعني الكل يرى والعالم يرى
أن الميليشيا المرتبطة بروسيا هي من تأكل اللكمات والركلات لنقول بكل صراحة، والخسائر التي منيت بها الميليشيا المرتبطة الفيلق الخامس تحديدا أو ما يسمى النمر وهو لا يعدو أن يكون فأرا، هذه الخسارة لابد أن روسيا تتخبط عندما تقول مثل هذا الكلام. ثانيا، النقطة الثانية، روسيا تريد أن تبحث عن تغطية لجريمتها، الجريمة واضحة أمام الجميع وأمام العالم وكلنا يتابع. على الرغم الخزي الدولي، هناك تصريحات أوروبية صارمة، هناك تصريحات من الأمم المتحدة، هناك تصريحات من الولايات المتحدة، كل هذا سيجعل روسيا أمام تعرية. وكان هناك طلبات لمجلس الأمن والأمم المتحدة من أجل اتخاذ مواقف. ماذا تقول روسيا؟ هي ستحاول أن تظهر للعالم أيضا سياسيا أنها تقوم بضرب الإرهاب وأنها لن تتوقف طالما هناك إرهاب. النقطة الأخيرة في هذه التصريحات التي قام بها لوفروف، ومع الأسف الشديد يعني أن ينزل مستوى وزير خارجية مثل روسيا إلى مثل هذا المستوى، هي تريد أن تكسب أوراق. يعني كلنا يعلم ونتابع، وهناك تصريحات ظهرت سواء من الكريملين أو من سوريا، هناك مفاوضات ما بين تركيا وما بين روسيا حول موضوع وقف إطلاق نار. الأتراك يقولون أن الفصائل لن تقبل إلا إن عاد النظام وعادت الميليشيا الروسية إلى ما كانت عليه سابقا، وروسيا تحاول تضم ما أخذته. إذن هي مجرد أوراق وبالونات تزتها روسيا من أجل المكاسب. نعم، على كل حال سوف نتابع معك حديثنا، لكن بعد فاصل قصير أستاذ ياسر. مشاهدينا، بعد الفاصل، ماذا حققت روسيا من الهجوم البري على الشمال السوري؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. منذ نهاية شهر نيسان بدأ التصعيد العسكري من قبل روسيا ونظام الأسد على الشمال السوري المحرر، فهل حققت روسيا شيئا من أهدافها العسكرية؟ هذا السؤال طرحته قناة حلب اليوم في الشمال السوري المحرر على عينة من الأهالي هناك، وكانت الإجابات على النحو التالي، نتابع معا.
بالنسبة للهجوم على إدلب، يعني حتى الآن روسيا لم تحقق أي شيء على الأرض. طبعا تبعت سياسة الأرض المحروقة على ريف حماة وريف إدلب، وكان لهم الأبطال الثوار طبعا تحت راية واحدة، الحمد لله توحدوا وصاروا صف واحد، صدوا الهجوم الروس وهجوم النظام. إن شاء الله نتمنى هون بالنصر والثبات بإذن الله تعالى. والحمد لله بقى بالفشل بعزيمة جيش سوريا الحر، بإصرارهم بثباتهم، والحمد لله رب العالمين. خسروا كثير، خسروا كثير من الشباب اللي عندهم، خسروا كثير من اعتادهم. مع اتباعهم لسياسة الأرض المحروقة فشلوا مثل ما قلنا بعزيمة الجيش السوري الحر، وبإذن الله يعني الجيش السوري الحر انتقل من مرحلة الدفاع لمرحلة الهجوم. بالنسبة لدخول الجيش الروسي طبعا كان خسائر فادحة للروس. كلياتنا تابعنا أخبار معركة أول بأول، معركة إدلب كلياتنا تابعناها أول بأول. طبعا هذه كانت خسائر فادحة للروس، كلياتنا بنعرف المجاهدين الأعمال اللي قاموا فيها طبعا، والتوحد خلى الروس يتراجعوا، خلى المجاهدين تقدموا من مرحلة دفاع لمرحلة هجوم. هلا بالحقيقة بشكل عام روسيا ما حققت أي مكاسب على الأرض، وإنما هي كانت خسرانة كونها استخدمت أو اتخذت سياسة الأرض المحروقة ودمرت مدن وقرى وبلدات وقتلت مدنيين، ونحط برصيدها إنه هي قاتلة للمدنيين والأطفال. هاي خسارتها، بالإضافة لأنه كانت زج بعناصر مصالحات أو مجموعات مصالحات من مناطق مختلفة، كان من درعا أو حمص أو ريف دمشق. طبعاً هذول يقتلوا على الجبهات مقابل الجيش السوري الحر، أكيد إنه خسرانين بشكل عام، يعني خسرانين. طبعاً معنا الأستاذ ياسر بدوي المحلل السياسي من إسطنبول، وينضم إلينا في هذه اللحظات الخبير العسكري طارق الحج بكري. أهلا بكما سيد طارق. لو بدأت معك، لم يجهز بعد الأستاذ أو سيد طارق، على كل أحوال سيد ياسر، ما رأيك بما تفضل به من شارك بالاستطلاع الذي أجرته حلب اليوم في الشمال السوري؟ نعم، الحقيقة يعني تصريحات هؤلاء الشباب الذين هم على الأرض تصريحات يمكن أن لا نتحدث بعدها، لأنهم يعني رغم هذا الدمار ورغم هذا الإجرام الذي قامت به روسيا، أكبر دليل على أنها فشلت هي هذه المعنويات العالية والتفاؤل الذي يمتلكه شبابنا. ولكن هناك نقطة يعني أنا أريد أن أحسبها سياسيا دائما، عسكريا بكل تأكيد يعني الخسارة هي للسوريين، المحاصيل حرقت، الناس هجرت، كل إنسان يقتل من سوريا هي دماؤه غالية جدا، ولا بد أن تكون خسارة لسوريا. ولكن عسكريا حقيقة فشلت، وهذا الفشل أظهر عجز روسيا، أظهرها من ناحيتين، أنها والميليشيات التي تحاول أن تصطنعها لا تستطيع أن تحسم أي شيء، وأنها استخدمت كل الأسلحة والترسانة التي لديها، لا يمكن أن تحسم أي معركة ولا يمكن لها أن تنجح بها بالمعيار الأخير. النقطة الثانية يعني هي قضية أنها لا تستطيع أن تحقق في سوريا بدون إيران، وبالتالي هي الآن أمام معضلة كبيرة جدا، إما أن تفي بوعودها التي أبرمتها مع إسرائيل والغرب والأمريكا وغيره بشأن إخراج القوات أو الميليشيا الإيرانية من سوريا، وإما أنها تريد أن تتعاون مع هذه الميليشيات إن أرادت أن تستمر بهذه السياسة الغبية. إذن هي في مناقشات وفي منزل حقيقي كهذا الشأن. أما دوليا أنا لا أعرف تماما بالضبط إن كانت تريد من هذا الضغط على أوروبا للحصول على مكاسب اقتصادية، ولكن حسب قراءاتنا وحسب متابعاتنا أنه لا يوجد شيء، ما زالت أسعار الروبل مثل ما هي، لا يوجد صفقات من الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة لروسيا من أجل الابتعاد عن قصف إدلب. وضعت أيضا نقطة أخيرة هي أمام الأتراك، أن الأتراك لم يعودوا يثقوا بروسيا، وتبدى لهم تماما أن التحالف معهم أو التفاهم معهم هو حقيقة كما رسموه منذ البداية هو تحالف الضرورة وتحالف لا بد منه أو المصلحي. طيب أنت أتيت على ذكر نقطة هامة، يعني حتى ولو دمرت روسيا عسكريا وقامت بتهجير وحرق محاصيل وما إلى هنالك، لكن هي يعني لم تنتصر إن صح التعبير. النظام يعني بعد تدمير وتهجير دمشق وحمص ودرعا وغيرها 9 سنوات نشاهد إلى الآن، يعني تخرج من مناطق النظام الأوراق التي يعني
يصورونها الناشطون أو يصورها الأهالي هناك وهم مستمرون بالثورة أمام الحاجز وأمام معالم حتى في اللاذقية في جبلة. يعني لماذا عقلية الروس أيضا مثل عقلية النظام بهذه العقلية التي ربما أكل الزمان عليها وشرب؟ حقيقة هذه مشكلة الدكتاتوريات وبقايا الدكتاتوريات الموجودة. يعني ما زلنا متحيرون يعني أن النظام في سوريا نظام الأسد هل هو نسخة طبق الأصل عن روسيا أم نسخة طبق الأصل عن إيران أم هو يحاول أن يأخذ من الجميع ويذهب غير معروف، ولكن هذه هي العقلية الروسية، العقلية العسكرية، عقلية القيصر، عقلية الذي لا يفهم بأنه يريد أن يأخذ ويعطي السياسة. كل ما هناك هو يدمر، هو يقتل من أجل فرض ما يريده ولا يستطيع أن يحقق. ماذا يفعل؟ هو في مأزق حقيقي لأنه لا يمتلك غير هذه العقلية، وأي دخول في العقلية الثانية لنقل العقلية الغربية أو العقلية السياسية بكل تأكيد سيكون مصيره الفشل. لذلك يعني هو لا يمتلك إلا مثل هذه السياسة. إذن على الحالتين ربما أنت أتيت على عبارة يعني ربما توصف مأزق. أنتقل من هذه العبارة، يبدو أن الأستاذ طارق أو سيد طارق حاج بكري الخبير العسكري أصبح معنا. سيد طارق، يعني هل تعتقد أن روسيا هي وقعت في مستنقع الشمال السوري إن صح التعبير وتبحث عن مخرج؟ تحياتي لكم وتحياتي لكل أهالينا وثوارنا والشهداء ودماء شهدائنا التي سقطت في الداخل. حياك الله. بصراحة روسيا لم تكن متوقعة أن الثورة السورية بهذا الشكل، وهي متوقعة وفق ما قال الأستاذ ياسر، وفق نظرية الدكتاتوريات وعقلية الدكتاتوريات في أن الحاكم هو يستطيع أن يفعل كل شيء. عندما جاءت إلى سوريا اكتشفت بأن الجيش السوري الأسدي لا قيمة له، وأن هناك مجرد ميليشيات لا قيمة لها، لا تدريب لا تجهيزات عسكرية ولا أي شيء، واكتشفت بأن الشعب السوري هو في ثورة حقيقية شعبية يدافع عن أرضه وأرضه ودينه، وبالتالي لا يمكن أن يقر، وبالتالي اعتمدت على أسلوب الأرض المحروقة وإبادة كل شيء، الأرض والحجر والشجر والبشر. لذلك فما نجده الآن، نجد بأن روسيا من جهة وبجانبها ميليشيات، بقايا ميليشيات وبقايا جيش أسدي بالإضافة إلى ميليشيات من إيران هي التي تقاتل، ولكنها لا تملك لا الإرادة ولا العزيمة القتالية ولا تملك أي شيء سوى السلاح وما تشبعه وما تسرقه من أموال الناس. حتى اقتصاديا الوضع منهار، وبالتالي روسيا وجدت بأنها لا تستطيع أن تقدم شيء، ولكن عسكريا ألم تسيطر على مساحة هامة؟ سيد طارق، عسكريا يعني لنكون واقعيين، ألم تسيطر على مساحات هامة في المعارك الأخيرة كفر مبودة وغيرها في الريف الشمالي لحماة؟ أولا هي لم تسيطر على أي أرض، فهذه الأرض تبقى أرضا سوريا، وإنما الذي سيطر أو الذي سمح بالتبس هو بعض التخاذل من بعض الفصائل وبعض الشخصيات التي وقعت في مطب المصالحات، وربما الخسائر كانت نتيجة التضارب بالآراء والتضارب بالأفكار المتواجدة في المناطق المحررة ما بين فصائل إسلامية إسلاموية وليست إسلامية، إسلاموية تريد مشروع غير المشروع الوطني السوري التي قامت به الثورة السورية، وبين فصائل ووقعت في تكفير هذه الفصائل وتخوينها واتهامها بالردة، وبالتالي أضعفت هذه الفصائل ومنهجها بها. مين يعني مين من تقصد بأي فصيل؟ الهيئة؟ جبهة النصرة مثلا. طيب جبهة النصرة مثلا. طيب. والفصائل المتشددة أو الأشخاص، على فكرة جبهة النصرة ليس بكامله متشددا، وإنما بعض العناصر المخترقة التي تستلم مناصب قيادية في هذا الفصيل، وما عداهم فهم سوريون وأبناء سوريا ويريدون سوريا حرة موحدة من هذا النظام المجرم. طيب أستاذ ياسر، لو عدنا إليك، ماذا أنت قبل قليل كنت تقول يعني روسيا لا تفهم غير هذه اللغة وباللغة الثانية سوف تخسر يعني بنهاية المطاف. إذن ماذا لو كان يعني الحل بالنسبة لروسيا أو الخروج بالنسبة لها من هذا المأزق هو الهروب إلى الأمام إن صح التعبير، فتح معارك أكبر، قصف، تصعيد، كيف سيكون المشهد؟ عذرا استاذ، عندما سألت السؤال ذهب الصوت كليا. وليهمك. اقول يعني قلت حضرتك قبل القليل روسيا لا تفهم غير لغة القوة، السؤال هنا ماذا لو كانت روسيا يعني لا تملك سوى ان تخرج من هذا المأزق
بالهروب إلى الأمام، يعني فتح معارك أكبر وتصعيد قصف، كيف ستكون المعادلة في الشمال السوري مدنيا سياسيا الأتراك ردة الفعل يعني بشكل عام؟ الحقيقة يعني لنكون منصفين أولا قليلا، روسيا أدركت تماما أنها بهذه العقلية الإجرامية لن تستطيع أن تحقق نصرا، وبالتالي ذهبت باتجاه سوتشي وباتجاه مسار أستانا وأوجدت تفاهمات مع تركيا بشكل أساسي، وطبعا من خلف تركيا يعني لنقول أن هناك أوروبا وهناك الولايات المتحدة. هذا الموضوع لم يحقق لها ما تريد، فهي تحاول أن تنتزع أوراق وتريد إيصال رسائل، لذلك لجأت إلى هذا الموضوع. حقيقة أنا قلت أن روسيا في مأزق، وهي حقيقة في مأزق، لن تستطيع النصر عسكريا أولا لسببين: الفصائل على الأرض والمجاهدون جميعا اليوم هم يقفون في خندق واحد وقد أذاقوها وأذاقوا الميليشيات الويلات كما شاهدنا. الثانية يعني هناك خطوط حمر على إدلب من الغرب، أوروبا والأمم المتحدة والولايات المتحدة. نعم، ربما هذا أيضا موضوع هام، ولكن جاء وقت الفاصل. اعذرني أستاذ ياسر، سنعود مع حضرتك ومع الخبير العسكري السيد طارق حاج بكري، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا، هل تتجه الأمور في الشمال السوري على وقع التصريحات التركية والروسية إلى مزيد من التصعيد أم ربما إلى التهدئة؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله إنما كنتم. قناة حلب اليوم أجرت استطلاعا للرأي على صفحتها في فيسبوك. نص السؤال: عقب رد تركيا على التصريحات الروسية بخصوص إدلب، هل تتوقع أن الوضع في الشمال السوري سيتجه لمزيد من التهدئة أم التصعيد؟ النتائج على الشكل التالي كما نشاهد مشاهدينا الكرام على الشاشة: 21% أجاب بنعم من المستطلعة آراؤهم طبعا، و 79% يعتقدون أن الأمور تتجه إلى التصعيد، يعني أجابوا بلا على السؤال المطروح.
معنا الأستاذ ياسر بدوي المحلل السياسي من إسطنبول، وأيضا الخبير العسكري طارق الحاج بكري، وينضم إلينا مراسلنا بدر كجك من الشمال السوري. بدر، لو بدأت معك، هل ما يزال القصف مستمرا على الشمال السوري؟ بدر، على كل بدر ليس معنا حتى هذه اللحظة، على كل أحوال إن أصبح جاهزا سنعود إليه. أستاذ ياسر، يعني قبل الفاصل كنت تتحدث حضرتك عن ربما مأزق وتصعيد أو عدم تصعيد، الآن يعني النسبة الساحقة تتحدث عن يعني ربما أن الأمور ذاهبة للتصعيد في الشمال السوري، كيف تعلق على هذه النتيجة؟ نعم، يعني أولا الذي يحسم هذا الأمر هي معطيات موجودة عند عدة أطراف. الطرف الأول هو العسكري الروسي، وقد شاهدنا يعني لقاء قصيرا عبر روسيا اليوم لعسكري روسي كيف يتحدث عن هؤلاء أنهم يمتلكون أسلحة أمريكية وغيرها من المبررات ليبرر خوفه. النقطة الثانية أيضا التصريحات التي ظهرت من سهيل الحسن وعناصره التي يعني يتحدثون برعب، وأنهم يحتاجون لإعادة هيكلة، وأنهم يحتاجون إلى كل هذه لتبرير عجزهم. هذه العوامل لا تسمح بمزيد من التصعيد، لأنه الأدوات لا يمكن أن تتقاتل وتربح قوات مرتزقة على قوات إيمانية مثل الموجودة في الشمال السوري. هناك قوى إيمانية هي تعاهد الله فقط، وهؤلاء وهم أصحاب أرض، يعني هم خلال الحديث معهم هؤلاء الآن يقولون إما الموت وإما أن نحظى. لا يوجد خيار ثالث لهم ربما، يعني هذا الأمر الهام. طيب اسمح لي أذهب لمراسلنا أصبح معنا الآن ليوافينا بما يجري الآن في الشمال السوري وآخر التطورات. بدر، مرحبا بك، هل ما يزال القصف مستمر على الشمال السوري؟ كيف هو الوضع هناك؟ نعم عمار، لا يزال القصف مستمر إلى هذه اللحظة. طائرات قوات النظام والطائرات الروسية لا تفارق سماء ريفي إدلب وحماة وصولا إلى محافظة إدلب. تم استهداف بلدة حاس بالطائرات الحربية، مما أدى لوقوع ثلاثة ضحايا منهم إنفراد طفل ورجل مسن. أيضا تم استهداف عدة قرى أخرى في شمال الزاوية وجبل شحشق، وأيضا تم استهداف إجتماعات حرمة بالطيران المروحي والرحيل المتفجرة. استهدافات تكون متكررة أو مستمرة إن صح التعبير على طريق معركة النعمان خان شيخون في حرب الرشاش لام 39. أيضا هناك استهدافات متكررة لبلدة الهبيط والمطامنة وكفربيدة. هجمات الصواريخ أيضا تقوم قوات النظام بقصف عدة مناطق التي يخططها المدنيين في ريف إدلب وريف حماة. هناك إصابات وقعت المدنيين في ترملة بسبب قصف هجمات الصواريخ من القوات التي تكون متمركزة في عدة مواقع في ريف حماة الشمالي. طبعا القصف أيضا طال ريف حلب الجنوبي، هناك قصف بمخيم جنب بلدة الحدية في ريف حلب الجنوبي مما أدى لوقوع ضحايا منهم أيضا أطفال ونساء، طبعا وقوع أكثر من 6 إصابات بالسقوط المدنيين. طيب بدر، هل رصدتم أو هل هنالك أي محاولات للتقدم على الأرض إن كان من النظام أو حتى من فصائل الثوار؟ عمار، النظام منذ أمس ادعى أن هناك هدنة من طرف قوات النظام، لكن الفصائل المتواجدة على الجبهات رفضت أي هدنة، كون الهدنة كما ذكرت الفصائل تصب لصالح قوات النظام والميليشيات الروسية بإعادة تحسين مواقعهم وإعادة صيانة الطائرات التابعة لهم. اليوم الاشتباكات عنيفة كانت في ريف حماة الشمالي، حيث ظهرت اشتباكات بين الثوار من جهة وقوات النظام المدعومة من الميليشيات الروسية والفينق الخامس من جهة أخرى على محور تل ملح وجلمة. هناك أيضا اشتباكات عنيفة من الطرف الغربي ريف حماة في الحويز والكركات وحش الكركات، أيضا اشتباكات عنيفة في تل ملح، وأيضا قصف لقوات النظام على بلدة كفرنبودة. قامت أيضا جبهة وطنية لاستهداف مواقع قوات النظام والميليشيات الروسية في أكثر من مكان في حماة الشمالي وصولا تل الغاب. تم تدمير رشاش 14 مركب على
آلية عسكرية تجعل قوات النظام مقتل جميع العناصر المتواجدين داخل هذه العرنة. لا تزال المعارك أو الاشتباكات مستمرة إلى هذه اللحظة لمحاولة لقوات النظام التقدم على الأرض، لكن القوات تصدى لقوات النظام بكل شغلات. لا تزال التعزيزات العسكرية التابعة للجنرال الوطني للتحرير والاتصال المتواجدة في المنطقة بشكل عام تتوافد إلى ريف حماة الشمالي والجبهات لمنع تقدم قوات النظام على أي محور وعلى أي منطقة. نعم، شكرا جزيلا لك بدر كجك مراسل قناة حلب اليوم، كنت معنا من الشمال السوري. طارق الحاج بكري الخبير العسكري، مرحبا بك مرة أخرى. يعني استمعت لما قاله مراسلنا بدر، يعني روسيا إلى الآن تحاول أن تصعد وتقصف هنا وهناك، وهنالك محاولات تقدم على الأرض. بنظرة عسكرية شاملة لما يجري الآن ويعني لما قامت به روسيا منذ بداية محاولاتها هي والنظام حتى هذه اللحظة، لمن سوف ترجح الكفة؟ كيف تقيم المشهد العسكري اليوم في الشمال السوري؟ تحياتي لكم مرة أخرى. بالنهاية بالمشهد العسكري لابد أن تنتصر الثورة والشعب السوري وأهل سوريا، هذا لا يمكن، هذه حتمية تاريخية. ولكن إذا نظرنا الآن من نظرة عسكرية إلى الخسائر والأرباح، نجد بأن نظام بشار الأسد ومعه روسيا وإيران لا يستطيعون التوقف دون عمل عسكري، لأن التوقف وإيقاف العمليات العسكرية يعني البدء بالمرحلة السلمية، والسلمية تعني رحيل بشار الأسد حتما، فهناك إجماع واتفاق دولي على هذا الأمر. لذلك لا يمكنهم التوقف دون عمل عسكري ولو كان باستمرار القصف والتدمير والتهجير وتهجير المدنيين. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، الأعمال العسكرية الآن محصورة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب وريف الساحل. النظام يدفع إلى هذه المعارك أبناؤنا من الذين وقعوا مصالحات معه، وبالتالي ليس لديه خسائر بشرية إلا قليلة من الضباط والعناصر من طرطوس واللاذقية ورياف حمص. من ناحية المالية، من يدفع ثمن هذا السلاح الذي نقتل به هو نحن الشعب السوري ومن خيرات سوريا، وبالتالي أيضا هو ليس لديه خسائر. هذه المعارك التي تجري تدمر أرضنا وتقتل شبابنا وتعيدنا إلى الخلف. لذلك أنا أوجه نداء وأكرر إلى الثوار وإلى الفصائل المقاتلة في إدلب وريف حماة وريف اللاذقية بفتح جبهة الساحل ونقل المعركة إلى أرضه، إلى حاضنته، إلى مناطق حاضنته الشعبية، لكي تكون الخسائر عنده وليس عندنا. إذا أرادوا حسم المعركة فالقتال يجب أن يتوجه إلى المناطق التي تؤثر عليه ديموغرافيا وبشريا. طيب، عليه أن يتكبد الخسائر الحقيقية. الهجوم خير وسيلة للدفاع، طالما نحن في موقف دفاعي فالنظام لن يتوقف على الأطلاق، فهو رابح بكل الحالات. يعني يجب أن تنقلب الآية، يكون النظام في حالة دفاع ويطلب هو التهدئة وليس العكس، أفهم من كلامك. كل إن سأعود إليك بهذه النقطة تحديدا. بالعودة إليك أستاذ ياسر، يعني هل تعتقد أن كل طرف اليوم يعيد حساباته في الشمال السوري ويعيد ترتيب أوراقه؟ الحقيقة هذه يعني لمسناها بشكل جيد. الروس بعد هذا الفشل العسكري لا شك أنهم يعيدون هذه الحسابات، وأنهم بدون التفاهم مع تركيا وبدون الاتفاقات التي أرسوها لا يمكن لهم أن يحققوا شيء. هم التزموا أمام المجتمع الدولي، هم التزموا أمام الشعب الروسي، هم التزموا أمام الجميع بأن هناك تسوية سياسية يفصلونها، هم التزموا أمام المجتمع الدولي باتجاه إيران. هم إذن يعيدون هذه الحسابات رغم كل هذه العتلة العسكرية، لم يستطيعوا تحقيق شيء. والآن الفصائل في إدلب تقوم بالاستعدادات بشكل كبير، وهي راجعت نفسها أيضا، ومشهد المصالحة ومشهد غرفة العمليات المشتركة والذي ترجم على الأرض أظهر تماما أن يعني هؤلاء هم رجال الملحلة حقيقة، وكل الخلافات نحوها جانبا، ويعني هذه تعتبر حالات من الرجولة التي تمت رغم ما حدث بينهم في السابق من اقتتال ومن يعني سوء تفاهم. اليوم هم في خندق واحد وأظهروا للعالم كله أنهم
قادرون على هذا الصدد، وهذه تعتبر ضمن إعادة الحسابات أيضا. النقطة الثالثة بإعادة الحسابات هي تتعلق بتركيا. تركيا بدت الآن متيقظة أكثر من السابق اتجاه روسيا واتجاه تفاهماتها مع روسيا. هي اليوم لن تتخلى عن أي ورقة تمتلكها في إدلب وفي حلب وفي أي نقطة في سوريا، وبالتالي لابد أن يكون لكل شيء ثمن. وهي قالت لروسيا، وهناك كان يعني حادثة ظهرت سريعا ولم يضاء عليها بشكل كبير، دخلت القوات التركية الفصائل المولية لها إلى 3 قرى في عفرين في تل رفعت وانسحبت منهم، وقالت للروس أنها تستطيع أن تقلب الطاولة أيضا هناك. أما معركة الساحل التي تحدث عنها الأستاذ طارق وهي مهمة جدا جدا، أعتقد أنها من الأرصدة الاستراتيجية الموجودة لدى الأطراف الداعمة للثوار. نعم. ربما لم تأتي، يعني تقصد حضرتك هذه الورقة بعد بالنسبة للداعم يعني التركية إن صح التعبير. بكل تأكيد عندما تفتح هذه الجبهة معنى ذلك أننا ألغينا جميع التفاهمات وأننا دخلنا في حرب مفتوحة، وهذه لن ترضي أي من الأطراف، ولكن جميع الأوراق مفتوحة والحسم لا أعتقد أنه في القريب العاجل. سنتابع بعد هذا الفصل الأخير مشاهدينا الكرام ما حقيقة الموقف الإيراني حيال ما يجري في الشمال السوري. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. مع تصاعد التصريحات التركية الروسية لا يبدو أن إيران منخرطة بميليشياتها فيما يجري في الشمال السوري بشكل فاعل. نتابع التقرير ثم نعود للنقاش. منذ نهاية شهر نيسان وحتى اليوم شهد شمال سوري تمهيدا جويا وصاروخيا قبيل بدء العمليات البرية التي قالت روسيا يوماً إن هدفها تأمين قاعدة حميميم العسكرية من الاستهداف. ومنذ ذلك اليوم شكل الفيلق الخامس وقوات النمر إضافة لبعض تشكيلات الفرقة الرابعة التابعة لسهيل الحسن رأس الحربة في الهجوم، وغابت جميع التشكيلات والفيالق التابعة لإيران من المواجهة، على خلاف ما حدث في الهجوم على الغوطة الشرقية وكذلك في ريف حلب نهاية عام 2016.
غياب الميليشيات الإيرانية في معارك الشمال الأخيرة يأتي في وقت تتصاعد فيه المطالب الأمريكية بالانسحاب من سوريا، فضلاً عن الغارات الإسرائيلية التي تستهدف طرق الإمداد ومخازن الأسلحة والمقرات العسكرية في سوريا. الضغوط على إيران داخل سوريا لا يمكن فصلها عن تلك التي تعاني منها طهران، التي تخضع لعقوبات أمريكية مشددة مع سعي الرئيس دونالد ترامب لتصفير صادرات إيران من النفط وتوسيع العقوبات الاقتصادية عليها، خاصة وأن تمويل الميليشيات على الأرض بحاجة لمبالغ كبيرة. يقول صحفيون إن إيران لم تعد قادرة على تغطيتها، خاصة وأن بعضا من عناصر ميليشياتها تتأخر رواتبهم عدة أشهر، فضلا عن تخفيض كمية الغذاء ونوعه ليصبح شبيها بمخصصات جيش نظام الأسد. ضغوط عسكرية وأخرى اقتصادية ترسم الفترة التي يعيش فيها الشمال معركة وصفت بمعركة كسر العظم وفرض الإرادات، ما يطرح السؤال حول قدرة إيران على المناورة داخل سوريا وتحقيق مزيد من المكتسبات. استهداف بكاب على جبهة الحويز وحمل برشاش دوشكا. معنا الأستاذ ياسر بدوي المحلل السياسي من اسطنبول والخبير العسكري طارق الحاج بكري من ولاية غازي عنتاب التركية، أهلا بكما. سيد طارق، إيران لماذا برأيك يعني تفسر التأثير القليل إن صح التعبير لها عسكريا في الشمال السوري، أو لماذا تم إبعادها بشكل أو بآخر؟ سيد لا يصل صوت السيد طارق، لا أدري ما يجري في الشمال. طيب سيد طارق، حبذا لو أعدت صوتك كان يعني لا يصل. نعم 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 تفضل. ما يجري الآن في الشمال هو حوار سياسي تركي روسي، ولكن بالسلاح على الأرض السورية، والخاسر الأكبر هم أبناء الشعب السوري الذين خرجوا من ثورة. إيران الآن أصبح تواجدها قليلا نتيجة الضغوطات الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تعاني منها، ونتيجة تضارب المصالح ما بين روسيا وإيران على الأرض السورية، ومن منهم سيكون صاحب الحصة الأكبر في السيطرة على الأراضي التي يسيطر عليها بشار الأسد سواء كان اقتصاديا أو عسكريا. لذلك إيران أصبحت الآن مهمشة، وهي الحلقة الأضعف، وربما سوف تكون الضحية الأولى في الحرب التي تجري ما بين الدول على الأرض السورية، وليس ولن أقول ما بين أبناء الشعب السوري. الآن إيران تريد أن تحصل على مكاسب عن طريق السياسة، وهي تركز على الحصول، ربما البقاء في محافظة حلب، وربما تم توجيه بعض ليس ربما وإنما أكيدا تم توجيه بعض من قوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية والعناصر القادمة من إيران للاستيطان في حلب، ولكن إرسالهم إلى حلب هذا يعني حرقهم وزوابانهم بين أبناء الشعب السوري، وهو عملية إنهاء لهم. إيران الآن هي الكبش الذي سوف يتم التضحية به، لذلك فدورها الآن مهمش بالكامل. الصراع الآن ما بين الإرادتين التركية والروسية، لا هذا يستطيع أن يخرج مهزوما ولا هذا يستطيع أن يخرج مهزوما. ولذلك أنا أؤكد بأن إدلب لن تكون في مرحلة في مكان خطر، لأن تراجع الثوار وفصائل الثورة في إدلب هذا يعني هزيمة لتركيا، وهذا ما لن تقبل به، وتركيا تملك أوراق ضغط كثيرة، أولها فصائل الثورة السورية القادرة على الدفاع عن أرضها والقادرة على الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد. في حال تم تسليحها وتم اتخاذ قرار. تماما. لذلك طيب. أنا أعود إلى منطقة جبهة الساحل، يجب عليهم التوجه وكسر الإرادة، استعمال إرادتهم في إسقاط نظام بشار الأسد والتوجه لإسقاطه بفتح معارك جبهة الساحل وريف حماة الغربي وباتجاه مطار حماة. نعم. الغاب يبقى الساحل مطار حماة هما مفتاح إسقاط نظام بشار الأسد، هما مفتاح
إبعاد الخطر عن إدلب، إبعاد الخطر الروسي والإيراني والأسدي المجرم، المجرمون جميعا عن ربما إدلب. ربما يعني كما قال لك السيد ياسر، ربما هذه الورقة لم يأتي دورها بعد وهنالك مزيد من الوقت، لا أدري. على كل سأعود إليك أستاذ طارق، وأعود للسيد ياسر من نقطة أثرتها حضرتك سيد طارق. إيران هي الكبش، يعني قلت بالحرف، الذي سيتم التضحية به. أستاذ ياسر، برأيك هل تتفق مع هذه الرؤية؟ برأيك هل أو إلى أي مدى يمكن القول أن إيران سوف يتم يعني سحبها من المشهد؟ بين قوسين دورها انتهى. أنا الحقيقة يعني لا أريد التسليم بهذه المقولة بشكل كامل، ولا لأن يعني التجارب حتى مع الولايات المتحدة، الولايات المتحدة مع إيران أو الغلب مع إيران، يعني في التحليلات البعيدة، يعني أنا أعتقد وأغلب المحللين في هذا الشأن أن الدور الإيراني أيضا هو مرسوم غربيا، وبالتالي لا يمكن يعني أن يتم التضحية به. هي أوراق ضغط كبيرة جدا لانتزاع أو لإجراء مفاوضات أو لإعادة تطويع أو لإعادة تموضع للحرس الثوري على حسب التفاهمات الغربية. ما تزال إيران الحقيقة متواجدة ومنتشرة في عموم الأراضي السورية، يعني في حوران زاد ما بعد الاتفاقات على إبعاد القوات الإيرانية، وجميع المعلومات القادمة من حوران أنه زاد، وزادت معسكرات حزب الله وبالأسماء أيضا في حوران، في درعا، في حول دمشق، في القصير، في حول حمص، حول حما، حول حلب، في جميعها، وحتى في دير الزور. هذا الأمر الآن. لماذا السكوت الإيراني؟ السكوت الإيراني في هذا الفترة له أسبابه، يعني هي مرحلة معينة فقط. الأسباب على رأس هذه الأسباب، أولا أن هناك دعوات روسية لتحجيم الدور الإيراني. الإيرانيون توقفوا جانبا وقالوا لهم للروس إذا حاربوا أنتم، وأظهر أنهم لا يستطيعون التقدم دون الميليشيات الإيرانية. النقطة الثانية، في ظل هذا الحصار ووضع الحرس الثوري أمريكيا على لائحة الإرهاب، الإيرانيون هم بحاجة إلى تركيا، بحاجة إلى عدم إغضاب الأتراك، لأن لديهم يعني علاقات اقتصادية وربما أكبر. نعم، وتنفس الوحيد الآن ضمن هذا هم الأتراك. إذن هناك جملة من الأسباب لنقل أن الإيرانيين هم خبثاء ويجيدون التفاوض، وهم يعني تواجدهم في سوريا بشكل كبير وكما نعلم في كل مكان في الأعمار ومن خلال الشخصيات التي تركوها ومن خلال الميليشيات، ولكن في هذه الفترة هم أمام ضغوط حقيقة، وهم الآن يفاوضون الفصائل على الأسرى الذين أسروها لهم من الحرس الثوري ومن قادة الحرس الثوري، وبالتالي ليسوا في ورد الدخول في هذه المعركة الخاسرة بالنسبة لهم على جميع الصعد. ويعني الخسارة الروسية واضحة كانت، وربما يعني كانت إيران أخبث من روسيا في هذا الأمر، وبالتالي لم تتورط في العمليات. جميل جدا. من هذه النقطة أيضا أستاذ أو سيد طارق الحاج بكري الخبير العسكري، يعني إيران تعلم كيف تلعب سياسيا، لا تريد إغضاب تركيا، مرحليا هنالك ضغوطات على روسيا، ابتعدت بميليشياتها عن هذه الحرب تحديدا في الشمال السوري. هنا روسيا والنظام إلى أي مدى يمكن أن يعانون بشريا إن صح التعبير، وخصوصا في الجانب القتالي على الأرض يحتاج لعنصر بشري مهم، ربما النظام والروس لا يملكونه حاليا. أستاذ طارق أيضا صوتك للأسف الشديد يعني لا يأتي. أعتذر، أضع ميوت. إيران تفضل. إيران أيضا لا تملك العنصر البشري الكافي للقتال على الأرض السورية. هنالك، أنا لا أقصد إيران وحدها، يعني هنالك ميليشيات عدة من عدة دول، زينبيون، فاطميون وغيرهم. نعم، إيران وجيش الأسد والميليشيات حزب الله لا يستطيعون القتال على الأرض لأنهم لا يملكون الإرادة والعزيمة القتالية، فهم يقاتلون شعبا، لذلك هم استعانوا بالروس سابقا، وما زال الروس الآن هم يمتلكون الجو والقوى البشرية المتواجدة على الأرض، هم من أبناء الشعب السوري والميليشيات الطائفية المجرمة التي تم إدخالها سوريا، الإيرانية والإفغانية والميليشيات اللبنانية. ولكن الآن ما يحصل كما قال الأستاذ ياسر، أن إيران تجيد اللعب على حافة الهاوية، وبالتالي الآن عندما وجدت أن روسيا تريد تحجيم دورها العسكري والسياسي والاقتصادي في سوريا،
لأنهما كلاهما قوتا احتلال، فهي أرادت أن تترك المجال لروسيا لكي تجرب منفردة اللعب ومحاولة الدخول إلى المناطق المحررة. شكرا. وروسيا أيضا هنا كما أشار أيضا هي أضعف سياسيا وفكريا ربما من إيران، لأن غطرست الديكتاتورية الروسية العقلية الإمبراطورية الروسية مسيطرة، فهم كانوا يظنون بأنهم سوف يكون تكون إدلب لقمة سائغة وسوف تكون سوريا لقمة سائغة. نعم. لذلك هم غامروا وحاولوا أن يدخلوا ولكن اكتشفوا أن خسائرهم أكثر من أن تحتمل، لذلك هم الآن ربما يعيدون اللعب بورقة إيران وإعادة زجهم في المعركة. انتهى الوقت تماما، بعتذر منك طبعا وبدي أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري طارق حاج بكري، وشكرا جزيلا لك أيضا السيد ياسر بدوي المحلل السياسي كنت معنا من اسطنبول، وأشكر أيضا مراسلنا بدر كجك كان معنا من الشمال السوري. الشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم في ملف أسبوعي جديد. إلى ذلك أستودعكم الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.